أنا ليندا أبو مرسى، أعمل لدى مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، وأقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي ومشرفة الملتقى الأسري بمركز حياة لحماية وتمكين النساء والعائلات. النساء خلال جائحة كورونا كانت تعاني من الضغوطات النفسية والتوتر، خاصة بوجود فيروس. كان هناك مخاوف عن طبيعة هذا الفيروس، الخوف على العائلة من الفقدان أو من الإصابة، أيضا بقاء الأزواج فترات طويلة في المنزل زادت من الضغط على النساء وتحمل أعباء إضافية، وخاصة أنه الأطفال ما كان في مدارس. فمن هنا جاءت رسالتنا بتخفيف تلك الضغوطات والحد من العنف الواقع على النساء. تم استهداف النساء من خلال مجموعات عبر الواتساب بشكل إرشاد فردي أو جماعي. تم تقديم خدمات الدعم النفسي ومن خلال لتفريغ الضغوطات النفسية، تشجيع النساء على استغلال المهارات الحرفية لديهم من أجل تحسين مستوى الدخل الاقتصادي. فكانت من خلال مجموعة الواتساب مجموعة من النساء لديها مهارات في مجال التطريز الفلاحي، تفصيل وخياطة الفوم، وبالفعل تم العمل من داخل الأسرة على صناعة بعض الكمامات وعليها التطريز، وكانت هناك عليها إقبال شديد مما حسن من مستوى دخل بعض النساء في خلال جائحة كورونا. وأيضا من خلال تلك الجلسات عبر الواتساب للنساء كان من ضمنها تغيير الروتين اليومي وشغل أوقات الفراغ من خلال تخصيص وقت للنساء من أجل نفسها والاهتمام بذاتها حتى يتحسن المزاج لديها، واستغلال المساحات في المنزل سواء كانت حدائق مهملة، أسطح، يقوم النساء بترتيبها من أجل الزراعة، أو عمل جلسات هادئة لجميع أفراد الأسرة لشغل أوقات الفراغ. أنا كأخصائية وكأم مثلي مثل باقي النساء، بل بالعكس كانت أكثر ضغوطات علينا كوننا نقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وما زال العمل مستمر على مدار اليوم من خلال المنزل، فلازم أنه نخفف من هاي الضغوطات. فقمت أول شيء بعمل تغيير للروتين اليومي للعائلة ككل، أيضا كان في وقت للتجمع العائلة لشغل أوقات الفراغ، مثل مثلا الاهتمام بالسطح لدينا، عملنا حديقة صغيرة تتجمع فيها العائلة. رسالتنا للنساء خلال الجائحة، حق كل شخص بإتاحة المساحة الآمنة له ولنفسه بالدرجة الأولى لكي يستطيع أن يقوم بمهامه الأخرى، منها كيفية إدارة شؤون المنزل، كيفية تغيير الروتين اليومي، شغل أوقات الفراغ، إذا كانت هناك هواية معينة العمل على تنميتها، على استغلالها، أيضا ممارسة الرياضة بشكل يومي من أفضل الوسائل للتفريغ النفسي وإدارة الضغوط.